السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على صح محرز اصيبه، برناصر يغيب لاصابه، عوار غائب لغيابهم امر حتى الان عادي، يعني امور عاديه. تبليساو خرجوا ناس قالك دابزو في وسط في البيستير، على ما يدابزوش في الدوش، على ما يدابزوش في الكوزينه، يدابزو غير في البيستير. هذو وحده قالت لك بلي بدنا بالناصر راح له، قال له قلت قالت لك ما ندير، راح له قال له انا ما نلعبش دور. بالناصر قال لك انا ما زيتش نجي، هو انجليزي مسكين. عوار فيديو خرج بالكلاسو، قلت لك عوار محرز، عوار زاد تبليسة، كلش عادي، عادية كلش عادي، مجرد إصابات جاءت على إثرها إعفاء هؤلاء اللاعبين. تبليسة وش غادي يديهم؟ يخاف من المسيلمة الكذاب يسمع بيه، بيخاف من مهرج بالعوطي بالعطوي معطى لو لما كي ما طالو لما بعلوطي ولا يسمو بعلوطي، وقيل بي واحد مع جوار ونسى جوار وقيل عيطلو بيش ولا بوش ولا ما عيطو له. المهم هذو واحد مهرج، وهذو الكلاب اللي طالعين يهضروا راهي بانت بلي مجموعه اجراميه، هما مجموعه اجراميه، مجموعة إجرامية، يعني قاع مجموعة. وشاهدتو كنا نقول لكم بلي يهضروا بعضهم بعض، أنا كان أنا عندي التسريبات تاعهم، أرجع نكملوا هذي، أرجع نكملوها من الخميس وروح تشوفوا، تشوف كيما نزربع فيكم بالواحد، تشوف كيما نزربع فيكم بالواحد، ما تقلقوش، أنا جامي نتقلق، خاطش واش راه عندي، والله ما غادي نتقلق، واش عندي التسريبات تاعكم. وغادي تنخلعوا هذه الكلاب كيفاش كانوا يقارعوا مع ذاك المهرج، ومع كيفاش كانوا يقارعوا الايمان خليف تخسر ما تديش ميداي، كيفاش نضروا كيفاش منا، غادي تنخلعوا. ومن بعد نجيب لكم لي فيديو تاعهم لاعبين فرحانين، فرحه مصطنعه، فرحه مصطنعه، كيما الجزائر من منتخب وطني من يربح يخرجوا بعد يقلبوا. عنده هذاك فيديو ديره تاع الناس مساكين اللي مامنين، ومن بعد يعاودوا ينقلبوا. هذاك مسيلمة الكذاب ماشي يخرج في ديك الليله ديالكم كيما هكا، المدرب بين لمست اليد تاعو غدوه ان شاء الله، قال لكم لا المدرب يحكموا فيهم، يعني تعال يتبعوا وين راهي رايحه. كوسامو كاع الشعب فرحان، واللي باعهم فرحانين هما فين كيفرحوا، ما عندهمش لا ما عندهمش ماشي مبادئ، ما عندهمش ما لا بالوش، تدخل تفرج فيه قول ما يتفرج وخرج ما يتامن امن، المهم تدخل شوفه روح هذا مكان. يعني حتى الآن يعني أمر عادي، مجرد إصابة جاء على إثرها الإعفاء هؤلاء اللاعبين من التربص والذهاب لمواجهة ليبيريا. ناس تحضر الماتش تاع ليبيريا نورمال عادي، لكن المتطبلين وزميله في المهنة المحترف المطبلين يعني عطاوي ولا بعطاوي ولا بعلوطي ولا وزيد عليهم زعماء الهيشر ومن معهم أقاموا الدنيا على مجرد إصابة، لم يفرحوا لفوز الجزائر بل اصطنعوا فرحة مملوءة بالحقد والكره، خاصة بوتطبيل والمطبلين تاعهم، هذاك بوطمين وهذاك اللي يصنع الدرابكي، هذاك درابكي المهرج، يعني نورمال. فتركوا الفرحة والفوز وبحثوا عن سلبيات ولم يجدوا ما يقولون، ما صابوا ما يقولوا، في ذيك الليلة ما صابوا ما يقولوا. فجاءت الإصابة موضوع لزرع الفتنة والكذب، وهم أهل لها، يعني هما أهل لها، يعني كي ترى حاجة يصاب هما أهل لها، يعني تاع فتنة هذاك ما عندهم، هذاك ما عندهم تاع فتنة، ناس فتنة ضرب برك تيري ونتيري، والله ما يقارع لك قاع قاعد ملي تدابزو تخرج هذيك الحمارة ملي بالناصر، يخرج هذاك ملي يخرجوا
يعني يقول لك هما عندهم هذه العقيده تاعهم اكذب حتى يامنوا، اقعد تكذب حتى تمنى شرو ما يكذبوا عليكم. باقي نهار خط حتى خرج هذاك مكلف بالاعلام باقي 10 ايام الكوب ديمون، قال لكم الفيفا مازال ما ردت الناس 10 ايام قالها لكم. نهار تاع الافتتاح يعني هذيك الحماره قالت لكم الاربعه نلعبوا حنايا، قالت لكم مازال مسيلمه الكذاب الفيفا دير يعني انجازات تاع لي زافريكا ودير طاحت الانجاز تاع كوب دي موند 2014 او لو صايي كوب دي موند الناس تلعب حضرت وصايف مجدو. يعني اهل ليها هما اهل الفتنه والكذب، هما اهل تاعها هذا ما يقولوا. فبدل الصبر والانتظار ما سوف تنشره انديتهم لا خلقوا موضوع يعني وقصص واكاذيب، راحوا خلقوا مواضيع وقصص واكاذيب يعني لا اساس لها من صحه، وها هو اليوم يتبين ان اصابتهم حقيقيه، وكل انديه اعلنت عن هذا حتى محرز. القناه السعوديه اعلنت انه لن يلتحق يعني ربما بالمقابلة الآتية لفريقه لدواعي الإصابة، يعني جاهزيته محل شك. والله لم أرى يعني كما ذاك المطبل هذاك اللي كان يغني كما المهرج وجماعة هذو يعني. لم أرى تطبيل وعبودية وناس تاع كذب اللي ما بغاوش يحشموا، ما زالوا يكذبوا ما بغاوش يحشموا يعني مثل هذاك بوطمين وهذو ما يعني ما بغاوش يعني إصابة وحرب القذرة، هذا مكان إصابة وحرب يعني. أنا نقولها لكم لا خوف على المنتخب، سنفوز بإذن الله والنباح الهيشر وزعائمهم لا حدث بالنسبة لنا. يعني والله لا كما يقول لك نضيعوا في الوقت كي رانا نردوا على هذا المخرقة هذو. هذو مخرقة بامتياز خويا، أنا نقولكم يعني شاهدنا قنوات خاصة وقنوات اليوتيوب وين تحولت لمنصة منصات حربية لضرب والي الصالي والمنتخب الوطني خدمة لمصالح العصابة الرياضية. أنا غادي نقولها لكم نقولها لكم ونعاود. هذو الناس اللي راهم متابعين قضائيا ما غاديش يسلكوا يعني وين شاهد هذيك يعني يوم امس يعني في اللايف تاع الحماره وين قد اعلنت عدم اصابه حسام عوار ورياض محرز وانهما تشاجروا مع المدرب. دوك هم يفرحوا، دوك هذو هم يفرحوا نورمال عادي للخسارة، يعني يفرحوا الخسارة يفرحوا لكلش، يفرحوا للخسارة يفرحوا يعني القارع لهم يعني ما الربحة ما توالمهمش. ويبغوا يهضروا غير بالفتنة. أنا نقول لكم يهضروا غير بالفتنة برك مساكين ما عندهمش حاجة وحدة قالوا لها الله يرحم هذو صاحبي. تشوف شكون اللي تهدر شكون تسيبو موسطاش كي البغل يقول لها بردتي لي قلبي. ها شاغل القرار والله غالب هما ميكذبو كيما هاكا ما عندك ما دير يعني كذب تاعهم يعني بامتياز. شاهدنا وين الناطقة الرسمية لطائفة الهيشر الهجالة الناشفة تطلق إشاعات وأخبار كذبة للتشويش على المنتخب الوطني الجزائري، هذا مكان لعاب بليسي قالت لهم لا دابس مع لونترينر
هو مسكين يعني دار منصور بالناصر وربي ربي معاه. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله معكم دائما بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.